السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، موضوعنا النهاردة موضوع جديد ومش هرد على كومنتات، مش ملل، لا، أنا رديت رد مقنع على أي كومنت مستقبلي هيجي. لكن النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجة جديدة. إحنا كنا بنتكلم في الأول على اللي بيشوف جن كل يوم، دلوقتي تخيلوا اللي بيحضر جن أو اللي بيتكلم على سحر سفلي أو اللي معمول له سحر سفلي، شوفوا ازاي بيفكوا. شوية شباب محترمين جدا، اللهم لا اعتراض، عاملين رعب للناس بطريقة فظيعة، يعني حاجة غريبة بجد. طبعا قبل اي كلام، انا بآمن بالجن لوجوده بالقرآن، انا بآمن بالسحر لان نبينا صلى الله عليه وسلم اتسحر. لكن بالطريقة السخيفة دي انا عمال اشوف حاجات غريبة. احنا في زمن دلوقتي مش عارف، انا هصحى كده كمان اسبوع الاقي مصباح علاء الدين بينباع في الاسواق، فجأة هلاقي قصة خاتم سليمان، نبينا سليمان، يعني قصة الخاتم بينباع في محلات، واللي عايز يطلع الخاتم ويطلع المارد منه يقول له شبيك لبيك خدامك بين ايديك. يعني احنا وصلنا العصر للحاجة دي، يعني انا مش عارف احنا بنرجع لورا. ما حقيقة يعني نلاقي المصباح، نلاقي الخاتم، ما تنسوش سجادة علاء الدين دي أهم حاجة. يعني إحنا مش هنحتاج طيران بعد كده، إحنا هنسافر، يعني بكرة تلاقي صاحبك جاي لك بالسجادة السحرية، تمام، وعند الشباك افتح يا فلان أنا جيت. يعني هتبقى الحياة يعني مريحة بطريقة فظيعة أيام، يعني مش محتاجة. فتعالوا أول نبص أنا هتكلم على إيه ونرجع نتناقش تاني، يلا بينا. بص يا جدعان، أو الصدفة بالصدفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. أخوكم هانت ذا لايرز، صياد. تعالوا نشوف الكباتن الكرام بيعملوا إيه بالظبط، عشان هو مش أنا مش فاهم لهم قصة بصراحة. انا انتقدت ناس كتيرة وبصراحة يعني بديت بناس اعلى منهم بكتير. فتعال نبص الناس المحترمة دول بيعملوا ايه وبعدين نتناقش، يلا بينا. تعالوا نقول الرجالة المحترمة دول لقوا اللي لقوه، بس تعالوا نبدأ من أول الفبركة. تعالوا هنبدأها كده على السريع عشان ما طلش عليكم، تمام. اللي بيقولك بص يا جدعان، بصوا الابتسامة في وشه، يعني تريقة تريقة، ويا نهار اسود يا جدعان، وهوبا وخبر ابيض، يعني ينفع معلق في الكرة بصراحة، يبقى مية مية. والابتسامة مشي عليه، بس هو كمني طبعا مش عارف يسبك الضوء، لأن هو كوميديا بصراحة، يعني يا نهار اسود يا جدعان. فطبعا يا نهار اسود يا جدعان ديت، بص بص يعني الواد مبتسم، يعني ما بص بص يعني كويس انه ما ضحكش. وطبعا في واحد تاني ورا الكاميرا بيقول له ما تضحكش، لا والله يا ابني انت فاهمين بقى يعني. بس احنا ايوه هنمشيها ان المقطع ده يا سيدي، تمام. تعالوا بقى نخش على المقطع التاني، تمام، يلا بينا. ما تنساش
بعد المقطع نبقى نتناقش. بصراحة موسيقى خطيرة جميلة جدا، بتاعت دخلت حضانة كأنك داخل تبص على أطفال جوه الحضانة، بس ماشي مش مشكلة نعديها. طبعا ده على أساس إن هو الجن يعني. وبيدينا النظرة يعني ايه، خدوا بالكم انا جيت وشفتكم بتصوروني. شغل بقى، شغل بقى، الباب اتقفل لوحده. لا لا لا، انا مش عايز اندمج في الافشخانيشن دي، تعالوا بقى نوقف في المهزلة دي ونتكلم شوية. يلا بينا، ولا انتوا عايزيننا نكمل المهزلة؟ يبقى نوقفها ونتناقش احسن. حاجة قبل ما نوقف المهزلة دي، تمام؟ الحاجة دي يا جماعة لازم كلنا نبقى عارفينها، الشخص ده الراجل المحترم اللي قاعد بيرسم على الارض النجمة والفيلم الهندي ده، اخواني الاعزاء محدش ياخد باله ان ده جن اولا، بس يعني بص الحركة الحلوة، يعني الجن اللي مخلوق من النار هيولع الشمع بولعة. انا كنت بصراحة بفتكره بيلف جوينت ولا حاجة، تخيل. لا وده كبريت كمان ابو شيلن، تمام دققته في الحته دي عشان مهمه جدا، مهمه جدا يا اخواني الاعزاء، مهمه. لا وبص هيدي ركعتين للليل للنار، استكماله استكماله يابا. ماشي ايوه، استكماله استكماله حبيبي. تمام، حلقاته برجلاته، حلقة داء في ودناته. ماشي عظيم، نقع بقى المهزلة دي بقى بجد، نوقفها بقى عشان نتناقش بقى، نتناقش ها. يلا بينا اخواني الاعزاء، شفنا مقاطع بسيطة، انا مش عايز اطيل بصراحة عليكم في المقطع، في المقاطع بتاعتهم عفوا، بس يعني اولا بداية الفيديو ساخرة جدا، يعني حتى الشخص اللي هم جايبينه يمثل معاهم مش تمام، وابتسم لانه عارف ان دي فبركة فعايز يضحك، يمكن انا ضحكت شوية عملت حاجة ساخرة بسيطة كده، لكن حقيقة هل ده يعقل يا جماعة؟ انا عايز اوجه رسالة للشباب المصريين المحترمين، اخواني الاعزاء مفيش الكلام ده اللي انتوا بتعملوه، مفيش حاجة اسمها ان في سحر ويطلع لك الجن بشكله او حاجة زي كده، او تحط كاميرات مراقبة. ثق بالله لو كاميرات المراقبة هتجيب الجن ده كانت كاميرات المراقبة اللي في كل ضواحي العالم صورت مليار مليارات الجن، لانه هيظهر في كل حتة بقى، خلاص بقى ما بقت سايبة. وانا زي ما قلت انتوا كده بترجعونا لعصور وسطى،
عصور ان انا هنزل السوق الاقي مصباح علاء الدين اشتريه ب10 جنيه عشان يطلع لي المارد واقعد ادردش معاه. عصور ان انا ممكن الاقي سجادة برضو علاء الدين اطير بيها في كل حتة وادور على مغارة علي بابا. وايه الكلام ده؟ ده كله كلام ضحك على الدقون. اخواني الاعزاء الله يبارك لكم، اتقوا الله فيما تفعلون. انتوا بترعبوا الناس، مش انتوا بتعملوش حاجة مفيدة. يعني مثلا لو قلنا دي مفيد، ايه المفيد في ذلك؟ معلش، دايما اللي بيقدم محتوى على اليوتيوب بيقدمه يكون مفيد للناس، معلومة، نصيحة، فيديو مفيد، مش عارف ايه، مقاطع فيديوهات، زي ما انت عايز. لكن تفكر فكرة ان انت تقول ان بيطلع لنا جن وكده. يا راجل ده انا يعني في ناس ما قبلكم، عفوا، يعني ممكن انا لسه على شبه عراك معاهم يعني، لكن انا لا اهاب احد. انا قناتي تنتقد بعض الافلام الهندية اللي بتحصل دي، مش هتفرق معايا بقى ايه اللي يحصل، مش هتفرق القناة، لا مستني منها ربح ولا انا، بس يعني لقيت سخافات بقت تحصل. حضراتكم بتطلعوا شقق، نص ربع شقق مصر كده طلعتوها لنا مسكونة، رقم واحد. رقم اتنين، بتروحوا أماكن يعني لا تعقل إنها مسكونة بالجن، أمال الناس اللي حواليها عايشة إزاي؟ والشخص اللي دايما بلاقيه عندكم مأسور في أوضة خايفين تخشوا عليه، لو جبت لكم شخص اسمه حسن بربر هيخش يهجم عليه، برضه مفبرك عظيم. رجائي الخاص عدم الاستخفاف بعقول الناس. وفي حاجة كمان، مقطع الفيديو اللي الباب فتح لوحده ما تزعلوش مني، انا هظهر في بركته واتمنى ما تطلعنيش كذاب، لان الفيديو اللي هيطلعك كذاب. طب يلا كده نبص على الفيديو ونرجع نتناقش تاني، يلا بينا. زيزو يا صاحبي، أنا بطأت الفيديو في اللقطة دي 200 مليون مرة ووريتك الفبركة. أتمنى ما تزعلش مني، لكن لازم الناس تعرف إن دي كلها أوهام عشان ما ترهبش الناس. وأنا رسالتي اللي أنا بأديها زي ما أنت بتأدي رسالة إن في جن حواليك، وأنا بأدي رسالة إن مفيش جن ولا الكلام ده، في جن بآمن بيه لكن مش بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. فحضرتك أنا هصدق كلام ربنا؟ هو بيشوفنا، إحنا ما بنشوفهوش. قضي الأمر. كمان حاجة كمان، حضرتك كومنتات كتيرة قالت لك بلغ، شغل قرآن وانت داخل، على طول فيديوهاتك على طول عندك رد الكومنتات، لكن ما عندكش فعل الكومنت اللي بيتقالك. حضرتك لو دخلت القرآن بتليفونك، شغلت قرآن ودخلت بيه، ايه اللي هيجرى؟ حضرتك لو رحت الشقة بالنهار، ايه اللي هيجرى؟ حضرتك لو سبت كده يعني ايه، سبت الدنيا كده للخالق، الا هيجرى. لكن تخترع لنا فيلم الجن وان في شقق مسكونه في اسكندريه وفي مكان هنا وفي مكان هنا، ده لا يعقل. اتق الله يا اخ زيزو، انت بترعب الناس، انت ما بتعملش حاجه تفيد الناس، حضرتك بترعب الناس، ده رعب ومش حاجه مفيده. اذا انت شايف كومنتات ناس بتشجعك، ناس غلابة، الناس كلها ما بتقرأش على الجن يا استاذ زيزو، مش كل الدنيا بتقرأ على الجن يا استاذ زيزو، يا حسن، يا بربر، يا حنيطي، يا كل المغامرين في الجن واللعب والسحر. حضراتكم بترجعوا عصر قديم، بترجعوا عصر الناس نسيته. انتوا بترجعوا تشجعوا الناس تلعب بالسحر تاني. اتقوا الله في البشر، الناس مش يعني الناس ملهاش حمل تعمل حاجة تاني او تشوف مشاكل تاني. دي كانت اخر حاجة عندي في الحلقة. لو حضرتك عندك اعتراض اعمل لي ريبورت، مش هقولك لا. ولو شايفني زعلتك في حاجة راسلني وانا تحت امرك. سلام.
Thank you.